مساء الخير اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج توني خليفي طبعا مواعيدنا راح تتغير خلال شهر رمضان المبارك مباشره عبر صوت بيروت انترناشنال وصفحه بيروت سيتي على فيسبوك راح يصير موعد البث المباشر بتمام الساعه 9 إلى عشر دقائق تقريبا او حوالي الساعه 9 الى 10 دقائق تقريبا بتوقيت بيروت اما ستبث هذه الحلقه مباشره باعاده على شاشه ال بي سي بتمام الساعه الواحده والنصف فجرا بتوقيت بيروت على ان يعاد بث باليوم الثاني كمان بمواعيد لاحقه. نحن بدنا نحييكم وقبل ما نبدا بعناوين حلقه الليله بس لفتني عناوين عديده رافقت زيارات المسؤولين الدوليين والعالميين الى لبنان يعني اجانا الرئيس الفرنسي اجانا الوزير والمسؤول المصري اجانا اليوم كمان المسؤول الامريكي طبعا الزيارات حلوه والمفادين حلوين ولكن اللي مش حلو انه مع كل زياره كنا نسمع عبارات أسمع المسؤولين اللبنانيين كلاما قاسيا أنب المسؤولين اللبنانيين هدد المسؤولين اللبنانيين واتهمهم بأنهم فاسدين هل صرنا نحن ناس عايشين على البهدلة؟ هل صار لبنان بمسؤوليه عايش على البهدلة من الغرب ومن العالم ومن العرب؟ لبنان صاحب التاريخ اللي مشارك بوضع أسس اتفاقات عربية وعالمية وتشريع وشرائع الأمم المتحدة صار مسؤولين كل ما يجينا مسؤول غير لبناني أو غربي أو أجنبي جاي يسمعنا كلام قاسي ويتهمنا بالفساد ويهددنا ويسمعنا كلام عن أنه نحن مسؤولين فاسدين ببلد عم نخرب بلدنا او يأنبلنا مسؤولينا مش عم دافع عن مسؤولينا ابدا لانه هن جابوا البهدله لحالهم اللي مزعلني انه هودي المسؤولين جابوا لنا البهدله لالنا جابوا البهدله للبناني خلوا اللبناني يصير هالقد بنظر العالم وهيدا للاسف ما عم ينعكس عليهم هن لما يسمعوا البهدله لانه الدنيا عم بتشتي بالنسبه لإلهم بس عم بينعكس على نظرة شعوب العالم للبناني الموجود عندهم وكان شايف حاله وراسه مرفوع ومنخاره بالسما ويا أرض اشتدي ما حدا أدي أنا لبناني صرنا بدنا السترة ليش؟ لأنه في كم مسؤول خلينا نصير بدنا السترة واللي بيقهرنا أكثر أنه هيدا المسؤول اللي بيكون بعده آكل بهدلة من المسؤول الأجنبي أول ما يفل من عنده بينفش ريشه وبيطلع بيفقعنا البهدلة لإلنا. بخبروه إنه حرامي، أول ما يفلوا من عنده بيطلع بدو يخبرنا إنه نحن الحرامية. بده يخبروه إن بيقولوله إنك فاسد، أول ما يفلوا من عنده بدو يخبرنا إنه نحن الفاسدين وخربنا البلد. يا عيب الشوم وين صرنا؟ يا عيب الشوم على هالآخرة اللي وصلنا لبنان. لبنان الحضارة اللي عنده حضارات انه يشيروا يجوا لعنا انبونا بهدلونا سمعونا كلام قاسي اتهمونا بالفساد وهددونا بعقوبات الله لا يوفقكم شو عناوين نشرة الليلة بحلقة توني خليف الليلة ليش هاجم الصوار كارلا كرم واتهموها بالإساءة لشهداء المرفأ هذا المطرح مقدس بالنسبة لنا وصار في شقفة منا هون واجب إقامة الصلاة برمضان بين رأي الشرع وحضر التجول بدنا بدنا نصلي عم نصوم شهر رمضان هو بده يمرق اللي صار بسوبر ماركت هل هو بداية مرحلة يا قاتل يا مقتول؟ نحن ما شبيحة نحن عم ناخذ زيت يعني هذا وين المشكلة؟ مثلنا مثلكم إذا هذه كانت أبرز عناوين اللي راح تشوفوها معنا بحلقة الليلة رح أبدأ مباشرة بقصة صارت أمام مرفأ بيروت كارلا كرام خبيرة بالوساطة والتواصل وحماية الطفل حاولت تعمل رسومات على الحائط تخليدا لذكرى شهداء المرفأ ولكن يبدو أن هذا الموضوع فهم خطأ وهاجموها من قبل الثورة بشكل إسي ووجهوا لها اتهامات كبيرة الليلة كارلا راح تكون معنا بوجه خلدون جابر الصحافي والناشط السياسي اللي هاجم بشراسة كارلا على عم تعمله قبل ما يرجع ويعتذر خلينا نشوف الأسبوع الماضي تفاجأوا اللبنانيين باختفاء الشعارات اللي كانت مكتوبة أمام مرفق بيروت واتهموا السلطة بإزالتها وبيدر بعض الناشطين لإعادة كتابتها ولكن تبين أنه الموضوع انفهم غلط وأنه السيدة كارلا كرم هي اللي طلعت بالفكرة وباشرت بتنفيذ مشروع أحياء لذكرى شهداء انفجار المرفأ الجمعة الماضية طلعنا بمشروع دهن هيدا الحيط تصميمه دهنت كله أبيض اكيد تعرفنا على كارلا كارلا هي صاحبه الفكره دهنا الحيط ابيض الهدف منه تحت نرسم هالرسمات ونحط اسامي الشهداء عليها العالم قامت وقعدت علينا على السوشيال ميديا ما حدا فاهم شو عم نعمل انفهمت الخبريه غلط نفهم انه نحن عم نرمم نحن عم نغطي على جريمه نحن لا عم نغطي على جريمه نحن بالعكس مع الحقيقه وبدنا الحقيقه وبدنا اكيد كل شخص يوصل له حقه انا من الناس اللي احتجوا اول شيء على الموضوع بس عرفنا انه رح ينحط اسامي الشهداء ال 200 شهيد على طول الطريق هذا الشيء شجعني اجي وأساعدها لانه اذا كل واحد بيقطع بدل ما يتصور يقعد يتفرج على الفور يقرا الاسامي يعرف انه هون في 200 عائله اختربت هذا المطرح مقدس بالنسبه لنا وصار في شقفه منا هون ابتداء من اليوم ل 4 حزيران راح نكون عم نشارك كارلا كرم والشباب كله يلي عم يشتغلوا بهيدا المشروع كرمال تنجمل ولو نقطة صغيرة من هالسواد ومن هالفظاعة يلي موجودة هون بالكور أحفر اسم خي على هيدا الحيط لكل ما حدا يقطع لهو من هون يشوف اسمه حد صورة الاطفائية اللي حنرسمها كل الهدف من هيدا انه ما تخلي العالم تنسى وكل ما تقطع من هيدا المطرح تتذكر ال251 قتيل و251 ضحيه اللي راحوا بهيدا النقطه بالذات اذا هيدا اللي صار ولكن ربما يكون فيهم خطا ربما يكون في راي اخر كارلا كرم مساء الخير خلدون مساء الخير مساء الخير قبل ما ابلش معك كارلا لماذا هذا الهجوم الشرس اللي عملتوه على كارلا واتهمتوها بابشع الاتهامات بداية رمضان كريم إلى ولكل كل الشعب اللبناني إن شاء الله بتنعاد علينا بغير هذه الظروف من بعد ما شفت صورة أم حيات... <تصفيق> <تصفيق> من بعد ما شفت صورة الحيط المدهون آه على مقابل حيط المرفأ انصدمت آه صراحة من الوقاحة والفجور والعهر السياسي اللي عند هذه الدولة اللي تعودنا عليها أنه عندها أفعال سلطوية بمحو وإزالة كل العبارات نزلت آه قررت أعاد اعاده كتابه هذه الجمله شو كان في عباره على الحيط؟ دولتي فعلت هذا دولتي فعلت هيد. قررت انا وصديقتي انه نرجع نعيد كتابه هذه الجمله وضفنا لها ما فيكم تمحوا اجرامكم لانه قد ما يخبوا ويمحوا ويمحوا ويمحو ويشيلوا قصص رح نضل ندل عليهم بالاصبع لانه اللي صار باربع اب هو جريمه مقصوده من سلطه بحق شعبها ما هو مجزرة بحق وطن مم. يعني انتم اعتبرتوا انه هيدي الرسومات اللي صارت هي لاخفاء أه لا تمس الحقيقه بشكل او باخر كارلا انت ليش شلتي عباره دولتي فعلت هذا هل كان مقصود او مطلوب منك انه بشكل او باخر يعني آه انه تمحى هذه العباره؟ اكيد لا، آه مش مزبوط هذا الحكي، انا شخص بعيد عن السياسه، ما خصني بشيء اسمه سياسه ولا 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 اصلا كنت شايفه اوكي جملة كانت كثير مهمة، كانت كثير معبرة، بس ما كان هذا قصد، وطلعت انا واعتذرت وقلت انا هذا الشيء ما كان قصدي، يعني قصدي اني انا جسد هالمدينة واذا انتبهت للشريط الشائك يعني اللي هو موجود على هالرسومات بس لبين للعالم انه بهيدي المدينه الحقيقه بعدها ما ما بينت يعني هالرسومات ما رسومات يعني شو مضمونها رسوماتك؟ رسومات المدينه جسدتها انا على هيدا الحيط في خراب في دمار في رسومات لفوج الاطفاء في رسومات كتير في رسومات كثير في ليش ليش ما تركتي مطرح برسوماتك؟ يعني ليش ما بنيتي رسمتك حول عباره دوله فعلت هذا صراحة توني ما كان ابدا قصدي اني ايما يعني ما كان قصدي انه جملة اني ايما كان في تعابير غير يعني مش بس كانت الجملة كان في مسبات كان في تعابير كثير بس انا هيدي الجملة ما انتبهت لها وحتى المسبات ما انتبهت لهم ما انتبهت لشيء قصدي كثير كثير بنية صافية اني امحي هيدا المطرح بس لاقدر اعبر عليه لاتركه عن جد ذكرى لتخليد الشهداء ضحايا اعتبرتوها عمل مقصود؟ أنا بالنسبة لإلي محو العبارات هو هو فاعل سلطه بامتياز انما انا من بعد ما توصلت انا وكارلا اول شيء بحترم مبادراتها الفرديه النابعه يمكن عن انه بدها تعمل بصمه تجاه هذا البلد وبصمه حب لا. انما اجت بالوقت الغلط عبر شخص غلط تابع لاحد الاحزاب السياسيه من بعد ما تواصلت ما بدي اسمي لا على لا نسمي الامور مثل ما لا, لا احتراما لرغبه كارلا انا لا خوفا منه ولا خوفا لا من تيار ايه ولا من نفوذ احتراما لرغبه لحزة. كارلا. ايه ايه. لا، كارلا لحظه ايه لحظه فوتني شو؟ لا لا ابدا لانه ما ب... لانه هو نفس هذا الشخص كمان ساوم و لا لا شو علاقه الشخص بكارلا لحظه لحظه لانه قطعة انه عبره كانت عبره تقريبا عنه هي وصل له وصل له المشروع وحاب انه يتبناه بمطرح من المطارات صار لا لا لحظه مثل شخص مش اللي, مهم اللي شخص مش مهم يعني ايه اللي, اللي منو كان يشغل وظيفه منصب وظيفه عامه وتقاعد يعني هو مش مهم الشخص تابع لمين ما بدي اقول تبع ليه ما بدك تابع لطيار وطن حر انا ما ما بدي خاف شو علاقته لحظه لحظه هو ما علاقته بكارلو هو حاول لحظه لحظه بليز انا شخص فيكم تشوفوني على السوشيال ميت ميت ميديا ابدا من نسيت عم بتحطني ب بس بس نحن هلا فهمنا وكانه هيدا الشخص بالاتفاق مع كارلا اكيد لا اي مور مش اكيد لا مش هيك اللي هو اللي صار انه عرقلا من بعد ما كانت انه كان بدها طلب استبيان او طلب معين حاول يعرقلا اياه ويبين انه الموضوع يتبناه سياسيا هو يعني بشكل او باخر مثل ما حاول كمان على علاقتك كارلا, كارلا. 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 فصلينا فصلين. آه انا بروجيتي اذا بدك ما رح اسميه بروجي هي م. فكره اوكي فكره انا طلعت فيها من تلقاء نفسي اوكي من تلقاء نفسي انا كارلا طلعت فيها عن جد كانت بكل نيه طيبة يعني أني أنا أخلق مطرح لهالأشخاص تجي وتعبر لأهل الضحايا يجوا ويعبروا عن شعورهم عن أحلامهم عن وجعهم بهيدا المطرح يعني م. وأنا أبداً ما كنت جاية مع حدا ضد حدا جربوا كثير اشخاص يفوتوا معي انه يتبنوا انه يساعدوني بالمشروع يعني مش مثل ما خلتون عم بيوضح إيه طيب مش جربوا بس كيف يساعدوك يعني من اي منحه يساعدوك لا يساعدوني يساعدوني في منهم عالميين في منهم اعلاميين في منهم كثير عالم طب ليه صار يعرقل اخر شيء ليه صار يعرقل ما بعرف اذا كان عرقل او ما عرقل بس انا كل نيتي اني يعني انا ما بدي خلي حدا توني يفوت معي صافيه جدا انا إيه بس بس خلدون بليز تركني احكي طبعاً. ما بدي كان حدا يفوت معي بالمشروع لما يتسيس إني يعني انا اذا بتفوت أقل. على بروفايلي انا شخص كتير بعيد عن السياسه لا نتابع بليز جيبوا لي شيء خصو بانه انا مع هذا الفريق او انا مع هذا الفريق انا بدي الحقيقه أنا من أول, أول الأشخاص بدي الحقيقة، أنا من أرتبة رح لنا أربع أربع ضحايا ومن ألم من قلبي من وجعي مش بس للضحايا أربعة أب يلي راحوا بأرتبة كمان في ضحايا تانيين غير أرتبة كمان أنا تعاطفت معهم مين ما, ما تعاطف بكل العالم مع هيدي أنا بدي الحقيقة وبطلب من هيدا دولتي إنها كمان تجيب الحقيقة يعني أنا, هيدا أنا هيدا مش ضد كارلا فإذا كارلا قامت بما قامت به بمبادرة فردية أه مبادرة فردية وبفتخر فيها لا تخلق إلى أهل الضحايا اليوم كنتوا هناك اليوم كنا وإجوا كمان أهل الضحايا كمان كان كمان أستاذ كيان وأستاذ إبراهيم آه آه حتيت وأستاذ كيان طليس ومبارحة كمان كانوا أهل الشهداء آه فوج الإطفاء وأنا بدي أقول لك شغلة توني قبل ما آه آه يعني أوصل اي خطوه يعني قبل كل شيء انا تعاطيت مع كارلين كرم لا هي تطرح الفكره على اهالي فوج الاطفاء كمان رجعت طرحت على استاذ كيان كمان يلي هو واستاذ ابراهيم كمان عندهم جروب يعني انا سالت مين مسؤول عن اهل الضحايا اعطوني ارقامهم واعطيتهم جمعتين وقت إذا صار عندكم شيء أي حدا عارض الفكرة لما بلش أنا بوراقي، وراقي صار لهم ست شهور مش جديد أنا بلشت صار لي ست شهور بهيدي الخبرة يعني أنتِ هذه مبادرة تشكري عليها ومش ولا إنه مش تهاجم عليها أكيد لأنه أنا ما كنتوا بعد بتعرفوا الخلفية الحقيقية أنا أنا بنفس الليلة حكيتها وقلت لها أنا برفض وبستنكر حملات التنمر والتجريح اللي طالتها لأنه أنا كعضو لجنة تواصل وإعلامي أنتِ لا أنا أبداً مش بلشت أنا كعضو لجنة تواصل وإعلامي بمجموعة منتشرين نحن حركة تقدمية عابرة للمناطق والطوائف نرفض جدا هذا التعبير وأنا كناشط إيه بس, بس ما يجي يعني ما فيني يكون أنا عب, عب ناصر حقوق المرأة أو بتنمّر عليها بالضفة الأخرى يعني أنا كارلا بتعرف أنه أنا من الأول لحظات إيه بس أنت ما هجمت أبدا كارلا أنا هجمت على مواقع التواصل أنت المبادرة أو أنت بشكل عام. هجمت خالص. الفكرة يمكن هجمت الفكرة لأنه كنا كيف يعني بدنا نوصل للدولة أنه آآ آآ تواصل مع لا مع دولة قتلتنا مع دولة كان في اليوم إحنا كلنا بعدين هيدا ولا خلصتي؟ لا بعدني رح ياخد شهرين رسم أوكي خلي لي مطرحة بليز للجملة أوه. اللي كانت موجودة على الحياة أكيد حكما تركتها حكما تركتها أوكي. تركت أكيد يعني أنتم من فعل بنا ذلك يعني هذه هيدي, هيدي مش لازم تشير. يمكن ما عمق الجمله لا لانه في حدا مش عارف صراحة. <applause> هن اللي عملوا فينا هيك كلهم كانوا بيعرفوا كارلا بوجود مادة تراث الامونيوم بعاصمة سكنية بدي اتشكرك ثانك لك وحبيت اسمع صوتي بس بس بدي اقول شغلة إيه أه أه بدي اتشكر كل الاشخاص يلي عن جد وقفت معي في كثير من الصور حكيوني كمان على السوشيال ميديا وكثير تعاطفوا معي فهموا الفكرة أكثر بدي اتشكر كل هيدا العالم الرسام يلي هو معي كمان ماجد لا. كرم يلي كمان هو له حصل كبيرة انه عبر بهيدي الطريقة نحن هيدا الح... الشريط الشائك عن جد برجع بعيد انه انا الحقيقة مقموعة بهيدا المطرح انا اول الاشخاص بدي خلد ذكرى بهيدا المطرح باسامي الشهداء بتعابيرهم ب... ب... بكل شيء هن عبالهم يحطوه للذكرى لا قصدي اكمع ولا قصدي اجي ضد حدا مع حدا انا شخص حيادي وبفتخر اني شخص حيادي وصلت ثانك يو يو لمبادرتك خلدون انا اللي بدي أنا اقوله انه ما فينا نصادر غضب الناس باسم الفن الاهم من رسمه كارلا الجميله والاهم من جملته والاهم من الحيط كله على بعضه انه ما ننسى وما نسامح وما نتاقلم ونضلنا عم نحاسب الدوله وتدفع ثمن كل الجرائم اللي عملته فينا ضمن هذه, هذه الرسمه الاحتفاظ بالعباره لانه هذه العباره تدل على جريمه ارتكبها ناس وأنا عمدا وأنا طلعت علنا واعتذرت على اللي عملته يعني الاعتذار أنا عم بعلم الأجيال على الاعتذار يعني ما ممكن ما اعتذر على هيك شيء شكرا لك كارلا شكرا لك خلدون رح ننتقل إلى موضوع آخر هو موضوع كثير مهم بهم الصائمين بهم المصلين بهم المسلمين هو هذا الانقسام بالرأي بين أنه على المسلمين وجوب الذهاب الى المساجد لاداء صلاه التراويح او بعد الافطار بينما هناك راي اخر يحذر من تجمع المصلين والمؤمنين خلال شهر رمضان في المساجد وفي الصلوات خوفا من جائحه كورونا وما قد يتسبب في ذلك وقالوا انه ممكن لكل مسلم مؤمن ان يقوم بواجب باداء الصلاة في اي مكان هو موجود فيه ببيته باي مكان اختلفت الاراء حول هذا الموضوع وكان عندنا من الدكتور عاصم عراجي اللي هو رئيس لجنه الصحه بيقول شهر رمضان بالتدابير الوقائيه ضروري لمنع تفشي وضع الصحي دقيق جدا والقطاع الاستشفائي والطبي أتمنى على أصحاب السماحة والمشايخ أن يتشددوا أه هون أنا عاطيني النص شوي ناقص ولكن في شوفوا قدامي يا ريت على الشاشة القريبة تقدر أه أوكي أه القطاع الاستشفائي والطبي منهك أتمنى على أصحاب السماحة والمشايخ أن يتشددوا بضبط إقامة الصلاة بالمساجد ودعوة الناس إلى عدم إقامة الإفطارات الجماعية منع انتشار الجائحة برمضان مسؤولية جماعية قبل ما اروح اللي بدنا نشوفه استقبل ضيوفي معي ثلاثة ضيوف لليله، معي المفتي الجعفري الشيخ احمد طالب، معي البروفيسور الشيخ خالد عبد الفتاح كاتب اسلامي، خدناهم من مذهبين مختلفين، وسيكون معي الدكتور محمد خروب من المملكة العربية السعودية على ما أظن موجود متخصص بطب الأسرة والأمراض المزمنة وراح كمان عنده هو آراء طبية بالصيام قبل ما ننتقل في موضوع كتير مهم بدي أحكي فيه واسمعوني كتير مزبوط أنا قدرت للدكتور عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة أنه اتصل فيه واعتذر عن المشاركة بهذه الحلقة وقال أنا أنتمي إلى فريق سياسي معين هذا الفريق معمم على نوابه ووزرائه انه نظهر على منصه تابعه لصوت بيروت، باعتبار انه صوت بيروت هي منصه مدعومه او تابعه او محسوبه على الشيخ بهاء الحريري وتيار المستقبل يبدو في خلافات شخصيه معممين على كل جماعتهم انه ما يطلعوا. هون بفهمك وبفهم جرأتك دكتور عاصم وبفهم تهذيبك وأدابك ولياقتك بالتعاطي مع الألم ولكن اللي ما بفهمه أنه في طبيب آخر مؤتمن على حياة الناس ومؤتمن أنه يكون هو عم بيوجه العالم والرأي العام على الصح والغلط بجائحة كورونا وبفهم أنه هو من المرشحين إلى إحدى الوزارات الدقيقه جدا بهذه المرحله وبنفهم العنوان العريض اليوم للحكومه الوقفه المعرقلين البلد ولاعنين سلاف مواطنين البلد لانه بدكم ناس متخصصين وبدكم ناس غير محزبين وغير سياسيين بالحكومه ما بفهم طبيب مرشح لمنصب وزاري يعتذر عن الحضور لانه في فريق سياسي طالب انه ما يظهر على هالمنصه كيف بتكون محايد وكيف بتكون غير حزبي وكيف بتكون غير سياسي إذا أنت التزمت بتعليمات زعيمك فبكرة وزارتك شو رح يصير إذا بموضوع صغير ظهور على محطة ونحن مش عم نحكي سياسي عم نحكي طب يا دكتور جايين نحكي طب تنقله للمواطن حمي حالك هيك ما تعمل هيك عمول هيك ما قبلت تظهر على منصة بكره لما تصير بالوزاره كيف بدك تتعامل مع اخصامك السياسيين او مع اخصام زعيمك السياسي اللي بيقول ما تطلع هون ما بتطلع اللي بيقول روح هون ما تروح وجايين تخبرونا انه جايبين لنا ناس غير حزبيين وغير سياسيين عمين عم تضحكوا كلكم سوا عمين عم تضحكوا يا مجرمين بحق الشعب اللبناني الشعب اللبناني عم بيموت وانتو بعدكم عم تضحكوا عليه عم بتخبرونا انه الوزاره واقفه لانه فلان بده يجيب حزبيين وبده تلت ما بعرف شو وفلان بده يجيب ناس غير حزبيين في اكثر من هيك في اكثر من هيك التزام انه واحد ما يقدر يطلع على منصه اعلاميه لانه زعيم سياسي مانعه يطلع على او في تمني على الوزراء والنواب ما يطلعوا خي بفهم دكتور عاصم عراجي كان كتير واضح واني بيعرفوا اني انا مني بعيد عن هذا الفريق السياسي ولكن لما بدكم تخبرونا انه أنتو ناس غير حزبيين وغير سياسيين لا بدي خبركم وبدي خبرك تحديدا المركز اللي انت فيه اليوم لو ما كنت مسيس وزعيمك جابك عليه في بتصور 200 الف واحد احق منك واشطر منك وعنده كفاءه اكثر منك وعنده اختصاص اكثر منك كان المفروض يكون فيه حج بقى تضحكوا علينا وتمثلوا على الشعب يلعن ابو هالكرسي اللي بتبيعوا كل ما كل ما وكل رسائلكم وكل حلفانكم اليمين اللي بتحلفوه كرمال هالكرسي الكرسي بيعوا الكراسي واشتروا ضمائركم واشتروا محبة الناس وكرامة الناس خلينا نشوف بين ضرورة الوقاية من كورونا وواجب إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان أخذوا رد ونصايح طبية بأداء الصلاة داخل المنزل وعدم التجمع بالمساجد البعض التزم ببيته والبعض الاخر قرر ياخذ الاحتياطات اللازمه ويستفيد من شهر العبادات في صلاه عاديه وفي تباعد اجتماعي وكل واحد حاطط كمامه واخذ معه سجاده الصلاه يعني في تباعد اذا بتفوت على الجامع ما بتلاقي في عالم مش مثل هيديك السنه واللي قبلها التباعد كان منيح بالمسجد وكان كل الاجراءات متبعه وبشده بصرامه يعني انا وصلت حتى انا صار معي شغله نسيت جيب الصلاه عاده بجيبها معي فما رجعوني وانا دغري رجعت ورحت جبتها وجيت وهون في مساحه جوا بقلب الجامع يعني كان في تواعد ولا ما شاء الله ما في مشكله يعني نحن مع اي قرار بغضوب بس بالنهايه بدنا نصوم بدنا نصلي عم نصوم شهر رمضان هو بده يمرق بعدين تفوت على الجامع بتلاقي واحد بيقعد عن الثاني مترين يعني وكل واحد معه كمامته، مش واحد بلا كمامة؟ كان أول شيء طلع منع التجول على السبعة رجعوا مددوا لك 9 ونص، إفساحا للمجال بعتقد للمصلين يعني لموضوع التراويح. إذا كان مسموح يعني رح رح نجي، وإذا كان في متشددين رح نكون بالبيت، هلا هي بالنهاية نحن منا يعني بعاد عن المجتمع، إذا وقت توصل مرحلة إنه فعلا لازم يكون في إقفال تام، نحن أكيد رح نصلي ببيوتنا، منا إنه والله بدنا نصلي هون خلص لو شو ما كان، آخر شيء أعقل وتوكل مثل ما وما بين الحكم الشرعي وإجراءات التعبئة العامة والتعليمات الطبية شو القرار اللي لازم ياخده المواطن؟ إذا شفنا وجهات النظر من هم مع ومن هم ضد مين بيعتبر أنه الصلاة في المساجد بهذه, بهذه المرحلة هو واجب مين كمان بيعتبر انه فيك تعمل هذه الصلاه من من بيتك بدون ما يكون في هذا الاحتكاك الى جانبي البروفيسور الشيخ خالد عبد الفتاح كاتب اسلامي اهلا وسهلا فيك بروفيسور كمان معي عبر سكايب الشيخ المفتي جعفري الممتاز الشيخ احمد طالب مساء الخير سمحت مفتي ومعي ايضا من ضيوفك جميعا شكرا لك معي أيضا من المملكة العربية السعودية البروفيسور محمد خروب متخصص في طب الأسرة والأمراض المزمنة والكوفيد وللمصادفة أنه وصلني أكثر من رسالة صوتية من البروفيسور خروب منا تحذير من الاختلاط بوقت رمضان بدي بلش معك بروفيسور عبد الفتاح أنت تدعو أنت تقول أنه لا يجب أن يذهب المؤمنون والمصلون إلى المساجد ولكن ضمن حذر وضمن وقاية صح؟ نحن في أول ما إجا الوباء نعم ما كان عندنا تصور وحتى هذه اللحظة التصور ما زال ضبابيا لأنه حتى الأطباء هم مختلفون وتجد خلاف بينهم في توصيف الواقع وفي ذكر الإرشادات الواجب اتباعها فنحن أول ما بدأ اتخذنا قرارات محلية وعلى صعيد الدولة اللبنانية أنه إغلاق المساجد وفعلا كنا وقتها في يعني بدا دخول بالبدايه وقتها. بدا دخول شهر رمضان وشهر رمضان مزبوط. آه. مزبوط. بدا دخول شهر رمضان وشهر رمضان عندنا شهر مميز يعني آه طبعا على طيله العام له فضل خاص الآن بعدين صارت يعني الأزمة كل يوم تعطينا درسا ومعلومة إضافية. نحن قلنا القاعدة الشرعية في هذا أنه لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. و... لا ضرر ولا ضرار. إيه لا ضرر أي لا تضر الآخرين. نعم. ولا ضرار أي لا تضر نفسك. أنت تضر نفسك. إيه فنحن في الشريعة ما بناءً عليه. بناءً عليه. أقفلت المسجد. ايه خليني أكمل لك إنه نحن ليش في الشريعة لا يجوز بيع الأعضاء مثلاً. ليش في الشريعه لا يجوز الانتحار ليش يعني هذه امانه الله سلمنا اياها صحيح. ونحن مكلفون على حمايتها وصيانتها يعني حمايه مش بإذك... الاخر وحمايه آه نفسك آه بنفس آه المرتبه فقضيه ان يرمي الانسان نفسه في التهلكه هذا غلط صحيح. ونحن من اجل هذا اغلقنا المساجد السبعين صارت تاتي التوجيهات ولا لا اجد غضاضه في ان اقول كلمه اننا نحن الفقهاء نمشي خلف الأطباء في مسألة الكورونا حلو. نحن لسنا أئمة في موضوع الطب الطب له أهله وله أصحابه فإذا قال لنا الأطباء إن هذا الجو جو ممكن يؤدي إلى ضرر منقول نعم بناء على استشارة أهل الشأن قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من أهل الذكر أهل الذكر هم أهل الاختصاص في كل فن فأنا بسأل أنا كفقيه بسأل باحث اجتماعي في المواضيع الاجتماعية، نعم. باحث أسري في المواضيع الأسرية، باحث طبي في المواضيع الطبية. بناء على ذلك ولما صار في تسهيلات نوعا ما، طلع قرار الأوقاف في كل لبنان بأنه لا مانع من فتح المساجد، لأنه أوجه النشاط الاجتماعي على أوجهها شغالة. فهمت. لا مانع من ذلك شرطة للالتزام. بالنصائح التي تنصح بها بين بين الوزارات المعنية ليلي وبين أن تفتح مسجد فمن الأفضل أن تفتح مسجد مئة بالمئة آه بس اليوم شو؟ اليوم نحن أنت اليوم تدعو نعم. إلى الذهاب إلى المساجد نعم. لأداء صلاة شي... التراويح والصلاة أول شي بدي أقول لك آه أو من بيوتون آه بدي أقول لك سيد طوني أنه نحن ما عندنا واجب في الإسلام إلا صلاة الجمعة في موضوع الـ الـ نعم. الذهاب إلى المسجد نحن عندنا صلاة الجماعة سنة صلاة التراويح سنة ويمكن أن تصليها في البيت ولكن نحن ننصح الناس بكل واحد تظهر عليه أعراض أو يخاف أنا حطيت بوست عندي على الفيسبوك لا يجوز لمن كان مصابا أن يذهب إلى المسجد مش إلى المسجد بس لا يجوز أن يخالط الناس لا يجوز, لا يجوز أن, يخرج أن يشارك من الناس لأنه هذا نحن اليوم عم نتعرض لأسئلة كثير مهمة بهذا الموضوع هل تعلم ما هو السؤال الذي يطرح علينا أحيانا أحيانا بيجينا أسئلة يقول لي شيخي انا أص... يعني خالطت فلان فاصيب من جراء مخالطتي له ثم مات فماذا اتحمل من مسؤوليه مع اني لم اكن اعلم اني مصاب شوف وين يعني الحرص على ابراء الذمه في هذا الموضوع شو بيشو هون. حكم بهذا الشرعي طالما لم يكن هو قاصد ولم يكن لا. يعلم ولا شيء ما في مشكله لان لا الله شكرا. رفع عن امتي الخطا والنسيان لا. وما استكره عليه فبناء على ذلك نحن اليوم رجعنا الى المساجد بس باي صفه عندنا شروط ألزمتنا بها الأوقاف نتيجه وصايا الأطباء في هذا التباعد الاجتماعي مهم مم. وضع الكمامه مهم عدم المصافحه مهم عدم استعمال المطاهر في المساجد مهم عدم احضار كبار السن مهم عدم احضار الاولاد مهم مم. عدم احضار النساء مهم كل هذا لنصل الى ان نحقق الهدفين الهدف الاول هو حمايه اجساد الناس التي هي امانه ولا بد من الحفاظ عليها هذا واحد النبي عليه الصلاه والسلام شاف واحد قاعد بالشمس قال له شو ما قاعدك بالشمس قوم بالفي ما بيصير حتى شف. الشمس الم يكن يعني الي ألم يكن افضل وامان اكثر انه يكون القرار حاسم يا جماعه ليش تنعرض حالنا ونعرض الآخرين صلوا ببيوتكم لو كان بقية أوجه النشاط الاجتماعي على هذا الشكل كان ممكن بس نحن فتنا بمشكلة مع جمهورنا صار الجمهور عم بيقولنا ليش الدولة مثلا تصور أن الحكومة أخذت قرارا بأنه يكون الإغلاق في رمضان من الساعة 7 وانا هنا اتساءل وعتب كبير على الدوله، الا يوجد في الوزراء بس وزير مسلم يقول لهم يا جماعه نحن عندنا التراويح بتبلش 8 ونص وبتنتهي 9 ونص، بعدين لما لقوا انه في جو رفض عام فقامت الدوله الحكومه وعملت قرار بتعديل ليكون حظر التجول يعني عملوا سبعه اصلا ليمنعوا هذه التجول ما بيقدروا معاه. انت اليوم تسمح لي لما ما بكون بحاجه الى العباده تسمح لي ولما بكون انا بحاجه الى العباده م. والذهاب الى المسجد تقول لي ممنوع طيب في صورة في صورة اليوم نشرت بس ما بعرف إذا بلبنان ولا خارج لبنان ممكن تكون خارج لبنان لأنه في حدا نسبها للأردن حدا نسبها للبنان حدا نسبها لدولة أخرى عم نشوف العالم بالتراويح كيف إني فوق بعضهم يعني واحد يمكن منهم حاطط كمامة والباقي كله بصير. فوق بعضه هذا مستنكر في أي مكان كان أه. مستنكر في أي يعني مكان مكان يعني هيدا كان. ممكن تطلع بألف حالة ولا يجوز هذا ولا يجوز. في شغلة لازم نعرفها كمان واجر طبعا. هذا الذهاب خليني الحصر. استمع الى وجهه نظر المفتي الشيخ احمد طالب مساء الخير مولانا مساء النور استاذ اعتقد انك توافق البروفيسور عبد الفتاح على ما قاله او لديك بعض الملاحظات او الاعتراضات يعني نحن الشيخ عبد الفتاح بيحكي بلساننا نعم ولكن ولكن اوقات التنوع بالفكره بيعطي غنى اكثر يعني بشكل عام 90% من اللي ذكروا هن كلام اللي نحن بدنا نحكيه ولكن في كم ملاحظه بسيطه، الملاحظه الاولى انه احنا عندنا مشكله بالشرع بفقهنا احنا انه اذا الانسان كان عارف حاله انه هو مصاب وخرج واصيب احد اخر وقتل او مات مثلا نعتبره هذا قتل عمد عليه ان يدفع ديه قتل العمد لذلك نحن بنشدد اكثر انه انت ايها الانسان المسلم اذا كان في عندك بدائل موجوده ومتوفره تحميك من ان تبتلى بان, بأن تخطئ بحق احد حتى لو لم تكن تعلم لانه طيب. هذا مشكله كثير من الناس يحملوه وهم لا يعلمون صحيح فاذا أه الافضل انه نحاول نحاول انه ما نعمل تجمعات حتى, صحيح لا, هل بدي حتى لك لا يقع حتى أه الشيخ عبد الفتاح بيقول انه هو مع الذهاب الى المساجد ولكن بضوابط أه واخذ الاحتياطات واخذ الحيطه والحذر أه كي لا أه يعني ما يصير في عدوى أه انت أنا وكانك أنا عم أنا بتلمح انه من الافضل الا يذهبوا أه نهائيا أه الى المساجد يعني في هذه يعني الظروف هذه الفترة اللي نحن فيها، نعم أنا مع عدم الذهاب ومع الصلاة في البيت وأعتبر أن ثواب الصلاة في البيت الذي يحمي المجتمع أو يمنعني من المساهمة في نشر الوباء ولو بنسبة ضئيلة من هذا النشر، أنا طبعاً أميل مش أميل يعني أقطع بضرورة الابتعاد عن أي تجمع حتى ولو كان لأجل الصلاة، خصوصاً حينما تكون هذا العمل هو سنة. هو امر مستحب وليس امر واجب يعني انا لست مامورا ان اذهب الى الى المسجد لاصلي صلاتي <applause> العاديه ما دمت انا قادر على صلاتها لا. على ان اصليها في البيت حتى ولو كانت نسبه الاصابه ضئيله بدي أضيف شيء بس بدك تسمعني انه نحن اليوم ما فينا انه نجعل الاخرين قدوه ونعمل رده فعل على الاخر يعني اليوم نحن يجب ان نقوم قدوه للآخر اليوم اذا في تجمعات مدنيه او اهليه او جمعيات او م. ناس غير مسؤوله ما عم تراعي الاحتياط الذي يجب ان يراعى، انا ما في اجي اقول ليش المناسبات الاجتماعيه عم يسمح فيها والمناسبات الدينيه عم تمنع، المناسبات الدينيه هي يجب ان تكون رائده، نحن يجب ان تكون يجب ان تكون, أن تكون هي المثال أن يعني يجب ان تكون هي المثال آه تكون ولا تقتضي بامثله اخرى. شكرا لكم، خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل راح بين رايين حول الاشكال اللي صار مبارح باحدى سوبرماركت ماركت سوبر ماركت بلبنان وعمل سجال طويل على السوشيال ميديا عندما تبين انه اللي افتعلوا الاشكال هني شباب من الجنسيه السوريه مما عمل حمله على السوشيال ميديا بيدعو فيها الى مغادره السوريين لبنان وانه السوري جاي يشارك اللبناني بلقمه عيشه وعم بياخذ من قدامه آآ آآ اللي عم بتقدمه الدوله اللي هن الـ يعني الدعم على المواد الغذائيه بوقت انه هن لهم دعمهم الخاص من الامم المتحده، هون في رح يكون راي مع الدكتور ناجي حايك، بالمقابل رح يكون في عنا راي اخر يتهم كل من يقول هذا الكلام بانه عنصري ويجب ان يحاكم، خليكم معنا. اللي صار بالسوبر ماركت أهلا بكم من جديد نتابع هذه الحلقة من طوني خليفي مباشرة عبر صوت بيروت وعبر قناة ال بي سي صوت بيروت انترناشونال طبعا وال بي سي نصل إذا إلى الموضوع اللي هو اليوم ولع الدنيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهام كبير إلى السوريين أو الجالية السورية أو النازحين السوريين اللي موجودين او الاخوه السوريين الموجودين بيناتنا بلبنان انه هن عم بيشكلوا عبء كتير كبير على المجتمع اللبناني وعم بياخدوا من قدام اللبنانيين حقوق من دولتهم بوقت انه هن عندهم حقوق آه هذا الصوت او احد الاصوات <applause> العاليه بهذا الموضوع هو الصوت دكتور ناجي حايك مساء الخير بينما نور. في المقابل هناك اصوات تعتبر ما يقوله ناجي وامثال ناجي في هذا الموضوع من الاعتراضات الكبيره هي عنصريه ويجب معاقبه هؤلاء على عنصريتهم خلينا نشوف بالاول هالروبورتاج قبل ما نكون مع ضيوفنا يوميا عم نسمع بمشاكل بالسوبر ماركت بمختلف المناطق اللبنانيه وكان اخرها المشكله اللي صار بشركه ياعون صربا على خلفيه الزيت المدعوم شبيحة نحن عم ناخذ زيت يعني هذا وين مشكله فريق توني خليفه توجه على السوبر ماركت لنعرف اساس القصه <applause>

من بعد ما حصل على المدعوم وكل شيء ممنوع السوري ياخذ ممنوع السوري وخبيط وصريخ وبلش يكسروا بالاناني ما بده السوري ياخذ لانه شايف سوريين عم ياخذوا نحن ما فينا نبيع زبون على الهويه هل انا قلبيا من جوا انا اكيد انا مع الناطل اللبناني واللبناني احق من كل شيء نحن السوبر ماركت ما فينا نقول هويه الاستاذ على وزاره الاقتصاد هم يواجهونا قالولنا إيه أنه هالبضاعة مدعومة يا شباب هيدي بتتوزع للشعب اللبناني ما فينا نتصرف على ذوقنا وما فينا نفرق بين الطوائف والمذاهب والألوان وبلشت التلفونات تجي علينا يهددونا ما, ما عرفنا مين انه انتبهوا على حالكم نحنا بدنا نشوف ونحنا بدنا نفرجي ونحن بدنا نعملكم ونسوي انه كيف بتعطوا السوريين اما عن الصور اللي انتشرت ونقال إنها دم فوضح الموضوع هيدا جلاب يرسم شعائر دينيه على ال... بالجلاب على ال... على الارض اشياء ما لها معنى حاولنا ايضا نتواصل مع زبون اللي عمل المشكل بس ما قبل يعطي تفاصيل لا لا ما في شيء ما في شيء ما في شيء نحلت, نحلت وعرفنا انه مضي تعهد مع اداره الشركتيه انها ما بتتشك عليه بشرط انه ما بقى عرض لهم وبعد كل اللي عم بصير هل دخلنا بمرحلة يا قتل يا مقتول؟ يعني الأستاذ آه ديالا علقت يا عيب الشوم على عم بصير أنت شو بتعلق دكتور؟ أكيد يا عيب الشوم شيء مؤسف أنه يا عيب الشوم عشوه يعيب الشوم على المشكل أكيد بجميع الأحوال يعيب الشوم على المشكل أنا إلي موقف طبعا من النزوح السوري لأني بيعتبروا أنه هيدا نزوح اقتصادي ونزوح منه مبرر يعني أكيد في جزء منه مبرر وفي مرحلة من المراحل كان مبرر هالنزوح بس هلأ صار سوريا آمنة بأكتريتها و... والجزء من السوريين يلي هو موجود يلي هو موالي لنظام الرئيس الأسد في روح لمناطق آمنة والجزء يلي ضد نظام الرئيس الاسد في روح لمناطق اخرى ما في لزوم لوجودهم في لبنان بالاخص انه لبنان بلد عم بيصدر اهله منه بلد يستقبل طيب. ناس زياده شو تعليق عم بيخسروا 6 مليارات دولار النزوح نعم. يكلف اللبناني 6 مليارات دولار انه اللبنانيه اللي كانوا موجودين بالسوبر ماركت اللي عملوا المشكل او اللي صار في المشكل ما بدهم السوري يفوت يشتري بضاعة مدعومة بفهم باعتبار أنه البضاعة المدعومة هي مدعومة للبنانيين أنتوا عم تاخذوا من الأمم المتحدة شو شو تعليقك على هالموضوع؟ طبعا أنا موافق على هذا الشيء أكيد موفق. لأنه الدولة اللبنانية الصوري... لما يفوت السوري بيشحطوا من خليني السوبر خليني ماركت إنو... ال... أول شيء يجب قوننة هذا الموضوع يعني لأنه هلأ بالإنون ما لك حق تشحطه بس بالحقيقة أنه الدولة اللبنانية عم تدفع 17 مليون دولار دعم كل يوم وعم بتشيلوا من اموال المودعين وعم تخرب النظام المصرفي وعم تخرب نفسها من شان تدعم السلع المهمه واللي عم بيستفيد منها عم بيستفيدوا السوريين منا مثل اللبنانيين بنفس الوقت بلا ما يكونوا ممنونين بيطلع اليوم بشار الجعفري نائب وزير الخارجية بيقول أنه لبنان قبل كان جزء من سوريا وبيربحنا جميلة أنه هو في ناس سوريين استشهدوا كرمال لبنان بيربح جميلة أنه عم بيعطينا كهرباء ونحن عم ندفع له حق الكهرباء والنازحين المليونان يلي هو أهل بلده عم بيستفيدوا من الدولة اللبنانية اللي نحن عم ندفع كهرباء من, عم نشتري كهرباء من دولته لا. بقى هيدا شيء منه مقبول بلغ السيل الزبا هون في مسؤولية على الدولة اللبنانية في مسؤولية على الأمم المتحدة في مسؤولية على أوز يلي هنّ عم بيمولوا هالوجود السوري بلبنان لأنه لولا ما كان في أشخاص عم بيعطوهم مصاري كانوا بيرجعوا على بلادهم أستاذي ديالا أه في شغلة واحدة بس بالأول بكتور. أنت رفع دعوة على دكتور حايك أه تهمتي بالعنصرية اول شيء هلا بلغوني هل... هلا بس ما بيصير لانه نحن حكيناها برا يعني هون يعني انا ما بزكزك لضيفك ونحن بنختلف لا, لا فيك تزكزك نختلف بس, بس, شو... بس, في احترام كمان ايه بس نو نحن دا... سنتين دعوه بالقضاء يعني مش ايه. نحن اول شيء انا بوكيلتي يعني سبع جمعيات قبل سنتين تقدمنا بدعوه بجرائم اثاره نعارات طائفيه وعنصريه ضد عدد من الاشخاص على راسهم جبران بسير الوزير السابق او وال... واشخاص اخرين كان في جمله نحن بتتعلق باثاره حقبه الماضي كمان ك طلعت عن عن دكتور ناجي حايك وتقدمنا فيها طلبنا انه يكون في للقضاء رادع من اجل حمايه البلد من هيدي خلينا نفوت بموضوعنا أنا بشكرك بس على شغلة واحدة من اللي قلتهم هو إنك ذكرت بدور نظام الأسد بموضوع وجود اللاجئين مش النازحين السوريين في لبنان وهيدي الكلمة المصطلح لاجئين هو المصطلح إيه بس في لاجئ وفي نازح لا يوجد نازح إلا داخل أرض الدولة الواحدة إلا إذا عم تقول نحن وسوريا دولة واحدة لحظة لحظة بس أنا سوريا نحن دولة واحدة في نازحين عنا وعندنا في لازح لازح وفي نازح وفي نازح لا يوجد نازح بيشتغلوا هون بيشتغلوا هون وبيرجعوا ويكاند على سوريا في لي. شيء اسمه هجرة اقتصادية إذا هيدي اللي بتقصدها أوكي إذا مهاجرين اقتصاديين بس الكلمة نازح هي internally displaced people طيب اللاجئ داخل. فنحن هيدي النزوح فاتت فيها الحكومه اللبنانيه مفكره انه اذا قالت نازح وكانها نقصت من التزاماتها الدوليه لجهه عدم ترحيل اللاجئين، ما نحن ما بنعطي اي حق للاجئين الا انه ما يترحلوا لانه لاجئين، فبس هيدي لازم تتوضح يعني ارجوكم لانه صار لها سنين عم ينحكى فيها. أه انا بتفق بانه ايه أه اول شيء كمان بتفق معك وقلت هالشيء غير قانوني اليوم انك تطلب من شخص عم بفوت على مؤسسه بنظام مثل لبنان انك تطلب هويته على اساس الجنسيه او صح. غيرها تعطيه غير قانوني نقطع السطر غير قانوني نقطع السطر هي وحده شو الوصف القانوني لهيدا التعامل عنصريه قانون اللبناني والتزاماتنا ودستورنا بيعطيها توصيف التمييز والعنصريه مش انا مش انا فاما نحن عندنا قوانين بنعتقد انه هي لازم تطبق طبعا قلت لك انه ما حق لنا حق تمام, تمام. وبالتالي نحن ما منشتم لما نقول هيدا التصرف او الخطاب عنصري نحن عم نحيل لماده بقانون العقوبات، عم نحيل لمقدمه الدستور، عم نحيل للاتفاقيه الدوليه الخاصه بمكافحه جميع اشكال التمييز والعنصريه اللي نحن مصادقين عليها. بموضوع طيب اوكي في لاجئين كثير بلبنان وعفوا بس انه سامحني مش دقيق الارقام يعني ما حفظت فيه مش دقيق انه نحن النزوح كلفنا 6 ملايين دولار مش دقيق 6 مليارات 6 مليارات عفوا دولار مش دقيق و والعكس في في تقارير طلع عن البنك الدولي عن هيدا البنك الدولي اللي قال هيك وانا عم بحكي عن نفس المرجع، لا ما قال هيدا الكلام، الازمه السوريه في سوريا النزاع السوري كلفنا وكلف دول الجوار نعم وجود النازحين والتأثير على مش عفوا التفسور. انا متطلعة على هيدا التقارير لا لا على كل خلينا نفوت بمقام مش الموضوع مش اي ارقام آه لانه ما فيك انت اليوم تجيب السوري مش من سنه 2011 م. من 30 و 40 سنه لتعطيه 40% من الحد الادنى للاجور هي ارقام المؤسسات الدوليه من بيانات البنك الدولي وبالاخر تقول له لا ما بيطلع لك تشتري اكل بهيدا البلد للفقراء ما بيطلع لك تشتري اكل ما فيك تيجي تشغله وتستفيد على ظهره باقل من نصف الحد الادنى ما فيك وبالاخر تقول له ايه لا ما انت غريب اللبنانيين اللي استفادوا من وجود اللاجئين السوريين ومن و... ومن العماله السوريه قبل بدء الثوره السوريه في سوريا بعدهم هن نفسهم اللبنانيين اللي عم يستفيدوا من هالشيء اذا الدوله اللي معظم الاعمال السوريه في لبنان هي بلا بانواع العمل التي التي لا يعمل عنده... بها السوريين بس بس ما, ما عندهم مخصصات من الامم المتحده استيدي. استيدي. طبعا وهيدي المخصصات بس لعلي على هالنقطه يعني كثير مهمه بس, بس سوري, هاي سوري, سوري سؤال. بس قبل نعم. قبل توصل فكرتي انا لما يكون عندي مخصصات من الامم المتحده أه. يعني انا ممنوع اشتغل فيني جاوبك على النقطة لأنه كمان هذه نقطة لازم يكون فيها لا كثير هيدي وضوح لا هيدي نقطة كي. لأنه نحن كمان مح... تغربنا أوكي. أوكي. وفي لبنانية راحوا لاجئين على دول معينة وأخذوا جنسيات الدول اللي راحوا عليها وأخذوا علي جنسيات الدول اللي بس الأمم المتحدة ما إيه. بتسد أكثر وفيك تراجع تقريبا إيه هو ما بتسد أكثر من 20 ل 30% بالمية من 20 ل 30% من الحاجه الغذائيه مختلفة للم... للموجودين مختلفنا. في المخيمات الباقيين بدهم ياكلوا ويشربوا اللاجئ الذي ال... يتقاضى مبلغ ومساعدات وبطاقات تموين نعم. او مزوت وما بعرف شو من الامم المتحده هيدا بحق له يشتغل بالدوله بالقانون الدوله عم تعطيه الحق يشتغل لأن الامم المتحده ما بقى قادره تعطيه ما يكفي الدوله عم تعطيه الحق يشتغل لانه, لأنه الامم ليش. المتحده ولا لانه الموجودين على الاراضي اللبنانيه محسوبين على الشرخ السياسي اللي قائم يعني, يعني من هم ضد النظام السوري آآ حاضنين آآ الفريق اللي هو جمهورية. من هم ضد النظام السوري حاضنين الفريق اللي هو معارضة ومن هم مع النظام السوري حاضنين الفريق اللي هو مع النظام أنا برأيي كلهم مخلوطين ببعضهم ما في شيء من واضح. خلينا نحكي علم إيه. في منظمة اسمها مساحة المبادرة جمعية مبادرة المساحة المشتركة شيرد سبيس initiative عملت مسح استندت على ارقام رسميه للدوله اللبنانيه الامن العام وايضا للامم المتحده طلعت بال2017 او 2018 ورجعت عملت تحديث وما حدا حب كثير انه يشارك هذه المعلومات واكدت انه 80% من اللاجئين الموجودين في لبنان قادمين من مناطق لم تزل حتى اليوم مدمره. سؤال يعني السؤال اللي عم بيحقد مضاجع اللبنانيين ليش ما بيرجعوا سوريين؟ جوابه بسيط لانه مناطقهم مدمره ولم يعمد حتى الان لم يتحمل حتى الان نظام الاسد مسؤوليه انه اذا ما في قدر انت تعمر أمن مخيمات ومعسكرات ومكان يجوا عليه يروحوا عليه، م. ليه بده يقبل السوري هيدي هيدا الفقر اللي عايش فيه بالمخيمات، المشاهد اللي بنشوفها تحت الثلج عم بيموت، ويشتغل بربع إذا مش أقل اللي بياخدوا اللبناني، وبنفس الوقت في خطابات، ومن أجلنا نحن تقدمنا ومن أجل الخطابات تتعلق كمان بالعنصرية والطائفية اللبنانية، وهيدي العنصرية تقدمنا فيها بشكوى، عم يقبل يعيش ببلد عم بيقول بخطابات بخطاباته على المنابر، عم بيقول الوزير والرئيس يا خيفل مش طايقينك ليش قبلين لأنه الأسوأ الأسوأ لا، لا. موجودة في بلدك ونظامه ما عم يتحمل مسؤولية بدلش. ونظامنا ما عم يتحمل مسؤولية اليوم مع لغيت النظام لغيت بعض الجنسيات لبعض اللاجئين السوريين وقررت اعادتهم الى بلدهم لانه تعتبر سوريا صارت امنه ويحكى انه السويد على الطريق هذا هي ريتا قبل ما فتت بس ما بعرف قديش لي. لي اول شيء ما بعرف ليش شي. شي. اول شيء ما بعرف بستغرب هذا الشيء حضرتك عم بتقولي حضرتك عم بتقولي انه هاللاجئين اول شيء هودي اللاجئين اللي عم يشتغلوا هون نحن بنستفيد من العماله السوريه اول شيء وهيدي شغله حقيقه وهيدي عمرها 40 50 60 أتر. سنه م. ما هيدي من عمر كثير يعني عمر دولة نحن دولة عم نستفيد بس م. هيدا الشخص بيجي بيشتغل لوحده م. مش بيجي بيشتغل مع مرته وست اولاد وهودي الدولة اللبنانية ما بتقدر تتحملهم عبئهم بعدين هو بيشتغل بتقولي بيشتغل بنص انت أقل, أقل, أقل بنص 40% من الحد, الحد, الحد الادنى للاجور <applause> رغم انه الحد ده الحد الادنى للاجور هلا انا عم بستند على التقارير قد ايه الحد الادنى للاجور هلا؟ بدك تحكي على اللي بعد أدال أدال يعني أدال على ال 1500 بعد الحد الادنى 725 725 الف هيدي بيطلعها الشغل الشغيل السوري ب 10 ايام 15 يوم هيدي اجرته يعني صار أم. يعني صار بيقبض دوبل معيشه هو دوبل عن أم. أم. الحد الادنى اللبناني بغض النظر عن هذا الشيء اول شيء ما شي. تحفظي على دقه هيدي المعلومات اول شيء لا لا مش دقه دقيقه لا مش دقيقه بلا دقيقه ما عم نقول الحد الادنى للاجور 750, أل. و... 750 الف السوري بيقبض بالشهر 5 ملايين مش دقيقه مش دقيقه عم تقولي ب 10 ايام 750 الف بيقبض يعني قد ايه بثلاث بشهر بيقبض شيء 3 ملايين مش دقيقه 750 الف أل. عم تحسبوا الدولار اللي بيقبضوا الامم المتحده ولا بلاها من وين بيقبض الدولار السوري؟ لا لا سوريا بيقبض من الامم المتحده مش بالدولار, بالدولار. مش بالدولار طيب. خل... فينا نكفي خليني المساعدات اللي كانوا يقبضوها نزلت وتقلصت خلين. بالنسبه للسوريين والفلسطينيين نحن لانه في 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 متابعه لمكتبنا بعمل هيدا الزهد عم يشتغلوا باقل من الحد الادنى للاجور قبل وهلا بدوب الحد الادنى للاجور بس اكثر بس هن عم يشتغلوا بثلاث مرات لولا مش منسبهم ما اجوا لهون لهم 40 سنه بيجوا لهون ليه عم بيجوا لهون؟ لانه يعني من حسابهم يجوا لهون م. وانه عم بيطلعوا اكثر واحد اثنين، هلا جابوا عيالهم اوكي نحن ما بنقدر هرب لحظه هربوا هرب مع عيالهم انا الحرب. بدي انا بدي نحن لحظه ما بنقدر لا خليني لا. لحظة،, لحظة. ما بنقدر نحن نكون م. مسؤولين انا بدي اسال سؤال ما بيقدر الشعب اللبناني يكون مسؤول عن نتائج حرب سوريا ونحن كشعب لبناني ما خصنا بالحرب الدائره بسوريا ما قلنا نتدخل بين النظام مع الرئيس الاسد ولا، وانا ما مسؤول عنه ناجي كيف طبعاً أنا ما لك قل... علاقه بالحرب السوريه ما, ما انت عندك فريق لبناني طب مشارك مختلفنا. مشارك عندي فريقين مشاركين او فريقين كمان بس انا, أنا عندك عم فريق من هون أنا وفريق من هون انا ما بدي اذا هن بيتخانقوا بتدمر ضيعته هنيك هو اذا تدمر الحرب بدي اساله لانه بيقدر بس انا بدي أسأل في كره موجوده بالقلمون محتله من حزب الله حتى اليوم هلا حزب الله محتل جماعة النظام يروحوا لعند محل ما محتل حزب الله كل سوريا قسم ال 80% تحت سيطره النظام السوري بس انا بدي اسال فاذا خلينا ما بيقدر يلي يعني مدمر. ما بيقدر يعني مدمر. يا أنا, مدمر. بدي ما... انا بدي أملن انا مسؤول عنهم مش انت مش انت مش انا ولا يصطفلوا انا ما بدي اتخلي خلي نظام دولي انا بدي نظامنا انا بدي اقول بعودة السوريين وما بيروحوا على سوريا ليناقشوا نظام الاسد بعودة السوريين النفاق انا بدي يروحوا على سوريا انا بدي انا بدي يروحوا سوريا بدي اسال سؤال اخير بس تنهي تنهي هذا السؤال. انا بدي يروحوا على سوريا طيب. يناقشوا انا بس بدي اسال حصين. سؤال هذا السوري اللي موجود بلبنان وبيطلع جمعه سبت احد على سوريا ايه؟ وبيرجع هو عائلته على لبنان، طيب هيدا اللي عم بيقدر يطلع على سوريا يعني هيدا ما عنده, ما عنده مشكله مع النظام حصل اجراء معهم هيدول هيدا ما عنده مشكل مع النظام وهيدا يعني بس يعني ما شطبوا شيء بال 2015 ما شطبوا شطبو شيء ما نحن عملنا انا انا ببرنامجي عملنا تقرير كيف <applause> بفلوا كيف بيرجعون كيف بيرجعون بالتهريب شطبت 200 او 300 الف بالتنسيق مع الامن العام بدءا من 2015 نعم. وعلق التسجيل طالبين اللجوء بناء على اللي, عم المشكلة. ويطلعوا القانون عم يتعامل مع هيدا المشكله انه اللي عم بيطلع ويرجع يعني هيدا قادر يفوت على سوريا شطبوا لمنه قادر يروح على سوريا اوكي هيدا زلمي شو بتعمل فيه بتكبه؟ لا لا لحظة شو بتعمل فيه ما في حدا منه قادر يرجع على سوريا، هيدي خبرية منه قادر يرجع على خير. سوريا، هيدي خبرية من نسج الخيال، أيوه. يا حي حضرتها كريستينا لارسن اللي كانت مسؤولة الأمم المتحدة، إجت نظرت علينا م. على سنين هون اللاجئين اللاجئين، هلا من تركت مسؤوليتها م. وراحت على بلدها، صارت بالخارجية تبع دنمارك أوكي. هلا حضرتها نازلة اه اه إعادة ترحيل للسوريين على بلادهم آه وهيدي يعني حقيقة هلأ ما حقيقة بتقولي. لا أنا عم بقول إنه حضارات الدول الأوروبية مم. كل همهم أنه يتركوا النازحين هون لأنه عندهم مشكل مع الدولة السورية عنده مش, مش أنا وبعدين. بدي أعمر لهم مناطق مش أنت الأسد بدي. الدول العربية ما بقدر مس... مش, بش. أنا بدي أحكي يعني مح. مش أنت مح. أنا بدي يهني يفلوا يروحوا هني يحكوا مع أطلب من دولتك يعني أطلب من دولتك كيف بيروح مثل ما أنه هون بيقعد بسوريا مطلوب من رئيس الجمهورية مش هو رئيس جمهوريتنا أطلب من رئيس جمهوريتنا يتوجه لرئيس الجمهورية السورية ويقول له ليش ما عم بتعمر المناطق المدورة أو ما عم تأسس مخيمات ليرجعوا هاللاجئين على مكان ليش؟ يقعدوا فيه مش تحت إذا السنة. أنت معتبرتي أنه هيدا الزلمة بينكل بشعبه ليش الأمم المتحدة ما بتعمل لهم مخيمات بسوريا وهالمصاري اللي بتعطيهم هون, هون لأنه ممنوع لا من ممنوع. الأسد ما ممنوع. ممنوع. أنا بعرف هيدا الملف كثير منيح لأني أنا بتبعه. بنفس الطريقة اللي لما كان جبران بيصير وزير خارجية وبلشوا الأمم المتحدة يوضحوا أنه نحن ما عندنا وجود مخيمات يا جماعة بسوريا ويلغي بده يلغي اقامتهم إنه. للي بيشتغلوا بالامم المتحده بنفس الطريقه بنفس الطريقه في استعمال لهيدي الورقه لخلفيه سياسيه مش قانونيه ومش واقعيه انتوا لمين تابعين؟ مين نحن؟ الجمعية أو المؤسسة أنا محامية وحقوقية في لوحدك لو ج... ولا ضمن جمعية؟ لا لا في جمعية يعني أنا جزء إيه؟ منها اسمها مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية بس أنا يعني إيه؟ كمحامية إيه؟ وحقوقية ولا لحدا ولا بدي أخذ تمويل بحياتها 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 بحياتة ما بحياتة أخذ ليرة يعني جمعية هيك تاخذ دولار جمعية بحقيقة <applause> أنا عاطية جمعية قدمت تطوعيا خدمات قانونية للفئات لا. المهمشة بلبنان أنا بدي أتشكرك أستاذي على حضورك معنا أستاذي ديالا شحادي المحاميه والحقوقيه دكتور ناجي هلا أه اللي بيشوفوك كله بيقول لي عنصري عنصري آه عنصري يا اخي خلص طلعت آه. طلعت علي الصيت انه عنصري بس بدك نيابه عامة, عامه تتحرك بدك نيابه عامه تتحرك لما تقدمنا بهالشكوى بيكون جواب قاضي التحقيق بحفظها لانه لازم النيابه تتحرك السؤال الذي يدافع عن لبنانيته وعن وطنه نعم يعني يعني انا دائما بسال السؤال مش كسوريين كاي شخص اخر انا كلبناني نعم وانا زلمي معروف م. وبكل الدول العربيه معروف انا اذا بطلع هلا على اي دوله عربيه فوت على سوبر ماركت بشتم العالم وبضربهم وبعض هيدي جريمه شو خاص جنسيتك لحظة. لحظه, بيرحلوك بزيت النهار بقدر انا اكون بيتلاقى حدا يدافع عني هل بتقبل بي؟ هل حدا يدافع عني هل بيجوا بيرحلوا السوري اللبناني مش عم بحكي بسبب كسوري. أدائك انت؟ مش عم بحكي سوري آه. يتلاقى حدا يدافع عني كبير من اللاجئين الموجودين النازحين يلي بدك تسميهم نسميهم هيدا الدعم عم بيروح التهرب أنا ما عم بيروح البنزين لحظة. دعم لحظه عم بيروح دعم البنزين لا عم بيروح دعم السلع لانه عم يعني يستفيدوا يعني مش, مش عم بخبر شغلانه كمان بدنا الدوله اللبنانيه عم تدعم المشاريع كمان بدنا نحكي مع السوبر ماركت, ما ماركت نفسها ايه؟ اللي فات عليها السوري امبارح وانعمل الاشكال وقامت القيامه هي بفوت عليها المصري بفوت عليها الفلبيني بفوت عليها الاثيوبي بفوت عليها العراقي بفوت عليها الفرنسي كل العالم بتفوت عليها لازم بصير في لحظه لازم يصير في بطاقات هيدا خطأنا بطاقات اذا انت لبناني تحت حد الفقر هي خطأنا يعني تأخذ نحن تاخذ بطاقه بتشتري نجي. السلع المدعومه مش انا اللي عم انا أنا. انا وانا من, من الناس اللي تبعهم كمان من بيناتهم حضرتك عرضتهم فهذول اكيد طبعا. انت لو من ما كنت تناولتهم انا من الناس, الناس, الناس اللي الناس بدافع انا من الناس اللي بدافع عن اي مظلوم اجنبي على ارض لبنان ولكن ما بقدر انا كل ما يصير في خطأ مع لبناني من اجنبي انه بدنا نقول انه اللبناني عنصري لا، لبناني اصغر لبناني ايه في ما قال هيك في مجرمين لبناني... من في كل الجنسيات قال موجودين ميديا. لا جرائم حقيقية في السوشيال ميديا لا انا لا. بدي في... في... في, البرلمان الاوروبي بده يعمل تحقيق ب 22 مليار مدفوعين هون بلاني معه يعمل تحقيق بشو ما كان الا بموضوع لا. تمويل الان جي اوز لانه تمويل الان جي اوز حتى ما بدهم يحققوا فيها لانه بتساعد بابقاء السوريين هون لانه أوف. في اجندات سياسيه موجوده مم... بما طيب. يمكن أجندات ضد الرئيس الاسد انا ما دخلني لا لا من مش خطاب انا من سمعته, رئيس من, الوطن سمعته من الفرنسيين ما. شخصيا ايه. انا من ايه شهر ايه بقى هيدا هيدا منه خطاب من ولا اخبار هذا حلقه هيدي لحالها هيدي حلقه هي لحالها هي اكيد هيدي هي لا صار الخطاب دكتور ناجح حالك استاذ جلال انا بدي اتشكركم السوريين على لبنان انا بدي اتشكركم وبس انا بدي اوجه كلمه الى الاخوان السوريين اللي موجودين بلبنان تحديدا لانه دائما بيعتبروني اني انا بهاجم آه السوريين انا تربطني علاقه وعلاقه لو خليتني احكي كنت شلت شوية ضغط عنك لا لا, لا مش ضغط حكي مش ضغط عني لانه كمان في 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 ارائنا بدنا نعبر عنها نحن علاقتنا بالاخوان السوريين علاقه ممتازه نحترمهم نجلهم نحن بنطلع على بلدهم آه أنا بنعيش بطلع معهم يتحرر. أنا بطلع على بلدهم اللي زمان ما طلعت بس أنا عم بتدخلي حالك بموضوع إيه؟ يعني, يعني عم بنسيس عم, عم, عم بنسيس بس أنا ما بقبل بالمقابل لاني يعني انا لما اطلع على سوريا انا بمشي بالنظام واخضع الى نظام هذا البلد واحترم قوانين هذا البلد واحترم كل كل حقوقي كاجنبي على ارض هذا البلد لازم. فانا اللي بطلبه كما نحن ن, 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 يعني نتعامل بدول الاخرى انه ابناء هذه الدول الاخرى تتعامل معنا على نفس الاساس شكرا لك دكتور ناجي عليك. شكرا, شكراً لك ست ديالا شكرا للمتابعه والى اللقاء بحلقه جديده باذن الله تصبحوا على خير